لنفترض مثلا سوف يبحث عن الطبيخ في المغرب في القرن الثالث عشر، يجب ان يكون يعني في الحقبه المدروسه. اذا كنت سوف ابحث عن الطبيخ في العهد الموحدي، يجب ان ارجع الى الكتب التي كتبت. هذا اليوم دراسي هو حول فن الطبيخ الأندلسي، تقاطعات أنثروبولوجية بين المغرب وإسبانيا، وهو ينقسم إلى ثلاث فقرات. الفقرة الأولى هي سيمينار خاص بالطلبة الباحثين في التاريخ وفي الأنثروبولوجيا والذين يحضرون أطارحهم حول فن الطبيخ المغربي الأندلسي. ثم في نفس الوقت يحضر أشغال هذه الورشة طلبة المعاهد المتخصصة في الطبيخ. إذن هذه الجلسة الأولى هي جلسة تفاعلية بين الطلبة الباحثين وبين المؤطرين. بعد ذلك ستعقبه جلسة ثانية هي محاضرات حول فن الطبيخ في المغرب والأندلس، وفي الجلسة الثالثة ستكون هناك تذوق الأطعمة الأندلسية المغربية. وفي هذا في هذه الجلسة سيتم إبراز كيف كانت هذه الأطباق تحضر في الزمن الأندلسي. سيتم اعتماد أهم مصادر فن الطبيخ والتغذية في الأندلس، ثم كيف أصبحت تقدم اليوم في المغرب وفي إسبانيا، لنبرز التطور الذي حصل سواء في المغرب أو في إسبانيا فيما يتعلق بفن الطبيخ الأندلسي. مبادرة من أكاديمية المملكة المغربية وبتنسيق مع كرسي الأندلس تم تنظيم هذا اليوم الدراسي حول يعني الطبيخ في المغرب والأندلس بين الأمس واليوم من خلال المصادر القديمة. وكذلك خصصت هذه الصبحية بالأساس إلى جمهور الطلبة، يعني الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه وطلبة معاهد السياحة المهتمين يعني بالشأن المطبخي وبالثقافة المطبخية وبأداب الطبخ وبالصفات التي يجب أن يتمتع بها الطباخون. هذه الفترة الصباحية خصصت للتفاعلات بين الطلبة والأساتذة المحاضرون، وفي المساء إن شاء الله سوف تبرمج يعني ندوتين حول هذا الموضوع الذي إن دل على شيء فإنما يدل على نوع من الصحوة ونوع من تحسيس الناشئة بضرورة العودة إلى المطبخ التقليدي، المطبخ القديم لما له علاقة بكل بجانب التغذية وعلاقة هذا الترابطية التامة بين الأبدان والأذهان، و ضرورة يعني حماية الموروث المطبخي من الاندثار. كذلك أن الأمثال الشعبية قد تعتبر وثيقة أساسية يمكن للباحث أن يستخرج منها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.